هنتكلم على موضوع اسمه الايدنتيفايرز، المسميات. احنا سمينا فاريبلز قبل كده في حاجات كنا عاملينها زي هايت، ويدث، اس ام، افريج، دي كلها بنسميها ايدنتيفايرز، يعني المسميات، الكتابه، الاسم. الاسماء دي ليها قواعد يا شباب، ليها رولز، ليها شروط، مش اي اسم يجي على بالك. من ضمن الشروط يو كان نوت يوز، يعني انت مالكش حق انك تستخدم البايثون كي ووردز كفاريبل نيم، يعني ما ينفعش اكتب اسم في اسماء محجوزه للبايثون، لو كتبتها بتعمل ايرور. يعني لو دخلنا كده عشان نفهم الفكره، على اي سايت تكتب مثلا كده، مثلا نكتب البايثون كي ووردز، هيجيبها لنا على طول ليست اوف كي ووردز ان بايثون بروجرامينج، هيديني لسته بالكلمات اهي المعروضه دي. دي كده الكلمات اللي بتستخدم في البايثون، وبالنسبه لهم كلمات محجوزه تعني شيء بالنسبه للبايثون، تعني شيء بالنسبه لمين؟ للبايثون. لو انا كتبت فاينلي، فاينلي كلمه بتستخدم، ما ينفعش، او اور او نوت او تراي، الكلمات دي ليها تؤدي الى معنى جوه البايثون. بس لما بشوف كلمه من الكلمات دي بيفهم شيء، بيفهم ان انت عاوز تعمل حاجه معينه، فانك انت تستخدمها كفاريبل هيحصل له مشكله. هيحصل له ايه مشكله؟ زي از، ما ينفعش اعمل فاريبل اسمه از. يعني ما ينفعش اجي مثلا على سبيل المثال او كاتب مثلا از بتساوي 5 وبعد كده اقول له برنت از مثلا، كنترول اس، قال لي هتسيب اسمه ايه؟ كنترول اكزامبل 4 خلاص، وتعالى دوس في 5، قال لي انفاليد سنتكس على طول، قال لي انا مش فاهم اس ايه ده هتبقى ب5، لان يعني اس دي بالنسبه له لها معنى. كذلك لو اخذنا مثلا كلمه من الكلمات الاخرى، مثلا اف، مثلا اف دي ليها معنى عنده وتؤدي الى شيء، فلو قلت له اف كده دوس كنترول اس دوس في 5، قال لي برضه انا مش فاهم اف ايه اللي بتساوي، ما فيش اف يجي بعدها بيساوي، لأن الكلمات دي بالنسبة له تعني شيء معين. يبقى دي أول حاجة، المسميات دي ما ينفعش أختار، يعني ما ينفعش أسمي بالاسم من الكلمات دي. خلاص، دي الكيوردز أو الكلمات المحجوزة في البايثون ما ينفعش نستخدمها. طيب، اسم الفاريبل نيم ده كان نوت كونتين سبيسز، يعني ما ينفعش أقوم جاي مثلا ده كده أول، ده خطأ. خلاص، ده أول خطأ، يعني هو إيه؟ يبقى ده أول خطأ، ممكن نديله كده هيشه ونقول عشان بس ما يطلع ايرور معانا، بايثون كيوردز، ده اول خطا من الاخطاء، ده ايرور بسبب ان بايثون ده بايثون كيوردز. هوقف كل الايه الكود كده عشان نقدر نكمل، بس انا عايز ايه اخلي الكود موجود عشان الامثله تبقى معاكم. ماشي، مثلا ادي اول واحد. في واحد تاني، في خطا تاني اللي هو الفاريبل ما ينفعش يبقى فيه سبيس. ماشي، يعني عايزين نعمل ان هنا كان نوت كونتين سبيس، ده الخطا التاني اللي ممكن تقع فيه. مثلا زي ايه؟ مثلا نسمي على سبيل المثال الستودنت نيم يساوي علي، هنا اسم الطالب علي، واجي اقول له برنت الستودنت نيم. هنا الفاريبل كلمه الستودنت نيم دي المفترض ان انا فاهمها على بعضها كده، هو حصل له كونفيوزد ومش فاهم ان الستودنت نيم دي كلمه على بعضها. ولما تيجي سيادتك تدوس كنترول اس وتدوس في 5، اقول لك سنتكس ايرور، وسنتكس ايرور تقول لك عند كلمه ايه؟ عند كلمه نيم، لان يعني عنده مشكله، يعني هو على طول عنده مشكله من بدري يعني. ستودنت فهمتها، ايه بقى نيم دي بقى؟ ما فهمهاش، لانه فهم ان ده فاريبل وجنبيه حاجه مش مفهومه، المفروض فاريبل يجي بعديه يساوي عشان يدي له قيمه كده. فهنا برضو بسبب ان في سبيس في النيم، ده برضو شيء مش كويس وبيعمل معانا ايرورز، تاخد بالك منه، دي من اخطاء الرولز في المسميات برضو. طيب، ايه تاني من الاخطاء اللي احنا برضو اخد بالنا، او المسمى القاعد؟ قال لك the first character must be one، يعني اول حرف من الفاريبل بتاعك لازم يكون حرف من الايه؟ من الايه للزد، كابيتال او سمول، او اندرسكور، بس خلاص.
يعني اول حرف عندنا لازم مثلا يعني اكتب كده اندرسكور مثلا نمبر او ان او 1 مثلا فاريبل اسمه ان او 1 بيساوي 5 او اقول ان او 2 بتساوي 10 برضو ده الكلام صحيح او ان او اندرسكور 3 بتساوي 20 كل الكلمات دي صح خلاص يعني كل دول مقبولين يعني ابدا بحرف ابدا باندرسكور او ابدا بحرف كابيتال او ابدا بحرف سمول خلاص كده ده اللي احنا بنتكلم عليه طبعا لو عملت برنت لاندرسكور ان 1 وكذلك برنت ان 2 وكذلك برنت لان هو اندرسكور 3 ودوس كنترول اس ودوس في 5 قال لي ما عنديش مشكله 4 5 10 20 يعني ما عندوش مشكله في المسميات بالطريقه دي المسميات دي بالنسبه له اكسبتد ايه اللي مش اكسبتد ما ابداش برقم يعني ما ينفعش ابدا بايه بفاريبل اوله يكون ارقام زي كده مثلا ان انا اقول له مثلا ايه 7 اب مثلا 7 اب بتساوي 15 7 اب دي بالنسبه لي اسم فاريبل كنت متوقع كده فلما اجي اقول له برنت 7 اب دي ايه اللي هيحصل بدوس سيف ودوس اف 5 قال سنتكس ايرور عندك من 7 7 بدا برقم فدي بالنسبه لي ما ينفعش يبقى ده ايرور بسبب ان نقول variable must start with character من A للZ أو الـ A للZ or underscore ده الخطأ اللي هو إيه اللي إحنا بنتكلم عليه ماشي من القواعد التانية وإحنا بنسمي الـ variables after the first character you may use the letter A بقول لك من A للZ ماشي قال لك بعد كده أنت ليك حق يعني بعد ما اول حرف اكتب بقى من ايه للزد برضه من زد الكابيتال وسمول او من 0 ل 9 استخدم زي ما انت عايز والاندر سكور زي ما انت عايز يعني مشكلتنا كلها بتيجي في اول ايه في اول حرف بس لكن زي ما عملنا كده عملنا اندر سكور في النص ما فيش رمزه وعملنا رقم ما فيش مشكله لكن اول حرف هو المشكله هنتكلم على اول خلاص هنتكلم على اول حرف اللي تاخد بالك منه الباقي ما فيش مشكله فيه طيب ابر كيس اند لوور كيس كاركتر characters are distinct الحروف الكابيتال والسمول مختلفين تماما يعني لما اجي اقول items delivered غير لما اقول items delivered دي غير دي حرف الاي هنا متغير هنا اي كابيتال هنا اي سمول بقى ده شيء وده شيء تاني خالص مع ان ده الاختلاف الوحيد مفيش كابيتال كابيتال والسمول سمول خلاص دي حاجه ودي حاجه تانيه يعني لو انا جيت على سبيل المثال وعملت كده قلت مثلا student name دي بنسميها على فكره الاسلوب ده اسمه كامل كيس هكلمكم عنه كمان شويه او student number مثلا بتساوي 4 خمسات وقلت له print student no كده بقى عندي مشكله ثانيه فبص كنترول اس في 5 قال لي ستودنت ان هو دي نوت ديفايند ودي احنا اخدناها قبل كده صح؟ لان الكابيتال والسمول فيهم مشكله لازم يكونوا الاثنين متطابقين لازم يكونوا الاثنين متطابقين بما اننا جبنا سيره القصه بتاعت الكابيتال والسمول والكلام ده كله دي كقاعده اخيره بنسميها كيس سنسيتيف كيس سنسيتيف تاخد بالنا منها سنسيتيف تول سنسيتيف ماشي كيس سنسيتيف يعني حاله الحروف حساسه لحاله الحروف كابيتال كابيتال وسمول سمول والا هيطلع معانا مشكلة. طيب بما اننا جبنا السيرة دي خد بالك من حاجة انا بكتب student no صح؟ بلاش
اس ان دي يعني. يعني في ناس كتير جدا بتيجي تستخدم يقول لك اس ان بتساوي اربع خمسات وبعد كده يقول لك برنت الاس ان، ولا انا عارف الاس ان دي عباره عن ايه ولا اي حاجه. المسميات دي انتهت، بلاش تكتب كده اكس بتساوي 15 وانت فاهم ان اكس دي مثلا مثلا نص القطر وتقول لي برنت الاكس. المسميات دي صعبه جدا، خلاص دايما التزم بالمسميات الكامله اللي توضح المعنى. يعني بلاش يعني، عايزين المسميات تكون ريدابل يعني قابله للقراءه كده بعينينا نقدر نقراها ونفهمها. ويا ريت الفاريبل يبقى بيوضح البيربس يعني بيوضح بيوضح الغرض من استخدامه ايه. اس اكس دي ما تعرفش اكس اكس دي اللي هي ايه، صحيح اكس بيساوي 15 كده اطبع اكس مفيش مشكله، اس ان وبكذا كذا واطبع الاس ان مفيش مشكله. لكن ده يعني شيء مش كويس، ما بيوضحش غرض الفاريبل، ولما يكون كود طويل بعد كده هيبقى عندنا مشاكل احنا مش فاهمين هو انت تقصد ايه. حاجه كمان المالتي وورد اللي هي الكلمات اللي هي الفاريبلز اللي بيبقى فيها كلمات كتيره، زي مثلا الستودنت ان او اللي احنا قلناها او الستودنت نيم او الاخر. بيبقى في طرق كتير جدا عشان تكتب الموضوع دوت. في ناس بتحب تقول ستودنت اندر سكور مثلا نيم، تفرق ما بين كل حرف وحرف باندر سكور، لان لما بنكتب كده بيبقى صعب شويه يعني، دي مش مستحبه للعين، بتبقى قراءتها صعبه بالذات لما تكون كلمات متداخله اكتر من كده بيبقى قراءتها صعبه. فدايما نحب نفرق في اسلوب، وده الاسلوب المنتشر في البايثون، ان احنا نفرق ما بين الكلمه والكلمه باندر سكور. فاقول له مثلا ستودنت نيم وقول عادي مثلا، دي طريقه، دي طريقه ودي طريقه سليمه ما فيهاش مشكله خالص. ماشي حلو، دي طريقه. في طريقه دي الفرق بين اندر سكور، وفي طريقه الكامل كيس، والكامل كيس دي شهيره. اقول ستودنت دي شهيره على مستوى لغات البرمجه كلها، ستودنت نيم اللي هو اول حرف دايما معاه سمول من اول كلمه، هبدا كلمه جديده ابدا اول حرف كابيتال، هبدا كلمه ثالثه ابدا اول حرف كابيتال، ابدا كلمه رابعه كده تمام. يعني ستودنت نيم اهي مثلا، او مثلا ستودنت نيم مثلا ممكن اكتب كريم واقول له اطبع الستودنت ايه نيم. اخر حاجه لو انا مثلا دي مثال تاني، خد بالك من جات الستودنت نيم كامله، وده الافضل واضحه واي حد يقرا الكود هيبقى فاهم ما عندوش مشكله خالص. في الكامل كيس اتفقنا مثلا الاوردر ايتم، خدوا بالكم من حرف الاي كابيتال، نمبرز او ان او الاوردر ايتم نمبر، او ماشي الاوردر ايتم نمبر، تاخدوا بالكم ده الكامل كيس. اول كلمه اتكتبت كلها سمول، اول حرف من ثاني كلمه اتكتب كابيتال، اول حرف من ثالث كلمه اتكتب كابيتال، اول حرف من رابع كلمه كابيتال الى اخره تمام. دي كانت الايه شويه قواعد ناخد بالنا منها واحنا بن ايه واحنا بنسمي الفاريبلز بتاعتنا خلاص. طيب دي الطرق والمسميات، وشفنا شويه اسماء غلط واسماء صح. خدوا بالكم بس اخر حاجه، ما حدش يستخدم برضه في الفاريبلز اي حروف اي رموز غريبه. يعني مثلا ممكن اقول مثلا اقول day of week مثلا، او day، او اعمل عامل دولار ساين كده مثلا week هو بيساوي 12، واقول له بعد كده برنت الكلام اللي انا عامله فوق ده. الرموز ديت في وسط برضه في وسط الكلام، احنا قلنا القاعده بس ما جربناش دي، هدوس كنترول اس وادوس اف 5 برضه هي عند العلامات الغريبه دي بيقول لك هو انت تقصد ايه هو ايه ده تمام. يبقى الرموز دي برضه مش ايه مش مستخدمه في ولا في النص ولا في الاول ولا في الكلام ده خالص. الرموز اي بقى رموز بقى نقطه نجمه علامة في المية مش عارف ايه، كل الرموز دي لا، خلينا في الاندر سكور والحروف بتاعتنا العادية. دي كانت استعرضنا في الفيديو ده اهم الايه قواعد التسمية، الفاريبلز نيمز رولز، او ازاي بنستخدم الايدنتيفايرز او المسميات او المحددات الاسماء كده. هو المفروض لو احنا وقفنا الاكزامبل ده وانا خلصنا المفروض كده خلاص مفيش اي مشكلة، ودوسنا في 5 هيطبع كل الايه الحاجات بتاعتنا. لا في ايرور
الاوردر مكتوبه غلط اهي، شايفين ده ميس اند يعني ميس سبيلنج اهو. فانا المفروض اعمل هنا كده كنترول اس في 5 يعني كده مفيش ايه، مش كان في حرف مكتوب. اما كده مفيش عندنا اي مشكله، واخدنا قواعد تسميه خاصه بالفاريبلز.